في مهرجان اسمه مهرجان الزيتون، ده أول مهرجان في مصر للزيتون، كان أقيم في حديقة الأرمان وبمشاركة مصرية وعربية. مصر الأولى عالميا في الزيتون أو زيتون المائدة إنجاز التعبير يعني، لكن زيت الزيتون احنا مش رقم واحد، لكن في توقعات ان احنا نوصل مركز متقدم في هذا الاطار. في تقرير لطيف جدا معمول عن هذا المهرجان، زميلتنا العزيزه، مين اللي عمل التقرير يا شباب؟ زميلتنا العزيزه مارينا امير عملت هذا التقرير، نشوفه مع حضراتكم وناخد فاصل ونرجع على طول. بحضور الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، انطلق أول مهرجان دولي للزيتون في مصر، ويأتي استجابة لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بزراعة 100 مليون شجرة زيتون في مصر لدعم الاقتصاد الأخضر ومنظومة التصنيع الزراعي. المهرجان ده لأول مرة ما يبقى في عندنا مهرجان في القاهرة للزيتون، بيضم كل منتجين مصر من الزيتون في جميع المحافظات، من سيناء، شمال سيناء وجنوب سيناء، مطروح، الفيوم، كل المناطق الزراعية في مصر بتنتج. الطريق الصحراوي عندنا زراعات زيتون كبيرة جدا في مصر، ويمكن كتير من المصريين ما يعرفوش ان مصر هي اكبر مصدر للزيتون المائدة في العالم. وان شاء الله بعد المبادرة الرئاسية بزراعة 100 مليون شجرة هنبقى قادرين ان احنا نبقى اكبر دولة مصدرة للزيت في العالم ان شاء الله. والله احنا دايما نقابة المهن الزراعية بتبقى متواجدة في جميع المؤتمرات والمهرجانات، والحمد لله رب العالمين ان القاهرة اول مرة تقيم معرض الزيتون، زيت الزيتون والزيتون للثقافة المعرفية لجميع الناس. والحمد لله رب العالمين بنهتم بصناعة الزيتون لأن هي اقتصاد الأخضر بالنسبة لمصر. مشاركة غير مسبوقة للشباب العارضين في مهرجان الزيتون يأتي لتسليط الضوء على الميزة النسبية لمصر في إنتاج الزيت وزيتون المائدة. المعرض بيتكلم عن معرض الذهب المسال تبرة، وده طبعا بيتكلم عن زيت الزيتون كمنتج أساسي، بيعرض الجودة الجديدة، الطعم والأداء على الصحة والبشرة. عندنا برضو أنواع الزيتون المطروحي كتجربة جديدة برضو أساسية في المعرض. احنا سعداء بمشاركتنا النهاردة في مهرجان المصري الأول للزيتون، ودايما بنشوف في كل الدول المجاورة المهتمة بالزيتون ودول حوض البحر المتوسط زي الأردن والمغرب وزي دول أوروبا، دايما مهتمين سنويا بمهرجان مخصوص للزيتون. طبعا لا يخفى على أحد فوائد زيت الزيتون، من فوائد للبشرة، فوائد للشعر، مضاد للأكسدة، علاج التهابات المفاصل، تقليل الكوليسترول الضار. احنا طبعا راعي السياحة في مهرجان الزيتون الأول في مصر، عندنا مكان سياحي جوه المزرعة بتاعتنا، بنقدر نجيب الكاستمرز عندنا يتفرجوا على أشجار الزيتون، يعرفوا الفرق بين كل ثمرة والتانية. عندنا المعصرة جوه الارض. الفوائد معروفه لزيت الزيتون طبعا، يعني بدون ما انا بتكلم هو كده كده الكاستمر عارف ان الزيت، زيت الزيتون القوي او النقي فايدته بتكون اهم، فبيكون فاحنا بنكون مقصد لكل الدول سواء كانت عربيه او اوروبيه، ان الزيت السيناوي بمعنى اصح عندنا هو رقم واحد. احنا بنقوم بزراعه شتلات اشجار الزيتون في عده مشاريع لينا في الاقصر وفي المنيا وفي وادي النطرون. اعتماد الشركة الأول هو على زراعة أشجار الزيتون. يستهدف المهرجان المصري للزيتون إلى جذب الزوار من مختلف المناطق، وتعريف المهرجان دولياً كوجهة سياحية وتجارية لجميع المهتمين بالزيتون حول العالم. مارينا أمير لبرنامج مانشيت.